لا زميلنا معتصم، البواريد لساته ما زال اكيد بعجلون، عم بيطلعنا على تفاصيل كثير حلوه بهاي المنطقه الجبليه الرائعه. خلينا ننتقل لمعتصم نشوف شو الجديد عنده. كمان صباح الخير. صباح الخير مرة أخرى أليكس لكل جميع المشاهدين. إحنا مستمرين في قافلتنا اليوم من محافظة عجلون، هذه المحافظة الأردنية الغالية على قلوبنا جميعا. مرة أخرى نتعرف على تفاصيل المنطقة اللي إحنا موجودين بها. هذه منطقة من مناطق محافظة عجلون كفرنجة، هذه المنطقة التي تمتاز بالخضرة والإطلالة الجميلة والمناظر الخلابة. يطلعنا على تفاصيل أكثر عنها المهندس عادل الخطاطبة. مهندس صباح الخير. صباح الخير، اهلا بكم، اهلا بالتلفزيون الاردني. بنرحب بك عبر شاشه التلفزيون الاردني برنامج يوم جديد. تحدثنا عن تاريخ كفرنجة الجميل والاطلالات الجميله اللي عم نشاهدها والتراث كفرنجة الرائع من محافظه عجلون. اهلا وسهلا بكم وبالتلفزيون الاردني، ونشكركم على هذا البرنامج الذي يبين بيان الوطن ومناطقه. فنحن في مدينه كفرنجة، مدينة أنشئت قبل 500 عام، مدينة قامت على عدة هضاب، وفيها وادي كفرنجة، ومناطق الهضاب استوعبت السكان من منطقة خربة الوهادنة، جميع العشائر اللي حضرت هون حضرت 36 عشيرة إلى مدينة كفرنجة، وسكنوا على مياه الزغدية ومياه الديك ومياه عين القنطرة وجميع العيون بحدود 20 عين. وهذه العيون أينما توجد المياه توجد الحياة. وهذه السكان اعتمدوا على الزراعة، واعتمدوا على زراعة الزيتون وعلى زراعة العنب وعلى زراعة جميع أشجار الفواكه. وحتى تجد فيها من عام 67 بعد الهجرة الفلسطينية أصبح الناس يعملون خضرة مثل كمان يعني الزهرة والملفوف وكل الأشياء هذه يزرعوها نتيجة معرفتهم واحتكاكهم بالمزارعين اللي أشطر منهم بعملية الزراعة. والمدينة هذه مدينة سكنها 40,000 نسمة من حوالي يعني بحدود 400 سنة، لكن السكان من 1884 كانت كفرنجي ناحية، وسنة 1984 بالعهد الهاشمي أصبحت ناحية، وأصبحت الآن مصطرفية، وهي يعني تشمل عدة قرى حواليها. كفرنجي في حواليها مدن بلاص وسفينة وراجب ودحوس، وهذه المناطق كلها تبع لها، ومنطقة شطورة عندنا مناطق جميلة وصلها الكهرباء لكن لحد الآن لم يصلها المياه. أكثر ما تشتهر به منطقة كفرنجة؟ تشتهر بإنتاج الزيتون والزيت، يعني يكون الإنتاج المواسم دائما مبشر بالخير. وهاي السنة إن شاء الله سنة أمطار، سنزل بحدود 190 ملم، فكفرنجة وعجلون تستبشر خير بالموسم الزراعي الآن، وإن شاء الله راح يكون الموسم القادم موسم خير وبركة على الأردن وعلى محافظة عجلون. ومدينة كفرنجة يعني فيها تنوع، فيها ثقافة، فيها يعني هيئة شباب كفرنجة الجامعيين فيها بحدود 4,000 جامعي، وفيها نخب من الدكاترة، وفيها جمعية أكاديميين وجمع أكاديمي تحوي على بحدود 140 دكتور المنضمين لهذا التجمع، ولكن عددهم هم أكثر، عددهم بحدود 300 دكتور جامعة. كمان يعني الناس هون بيبيع كل شيء في سبيل أنه يدرس ابنه، وإحنا اللي بنعمله أنه تخف الرسوم على الطلاب الجامعات، وتكون إن شاء الله الأمور يعني كويسة بحيث أنه يعني الكل يستطيع يدرس. كل الشكر للمهندس عادل الخطاطبة بهذه الكلمات الجميلة التي تحدثت عن منطقة كفرنجة. هذه المنطقة من مناطق محافظة عجلون، المحافظة الغالية كما أسلفت على قلوب جميع الأردنيين. هكذا كانت قافلة يوم جديد مشاهدينا الأعزاء، اليوم معكم من محافظة عجلون، من هذه الإطلالة الجميلة الصباحية، هذه الإطلالة الخلابة. إن شاء الله مستمرة قافلة يوم جديد لعرض كل
كل ما هو جميل في وطننا الغالي والحبيب. أترككم الآن بلقطات جميلة نقدمها لكم عبر شاشة التلفزيون الأردني، برنامج يوم جديد، وصباحكم خير مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا عم بتابعونا.